في هذا المقطع يا اسطير نحر حروق ابو حدث السهم. شوفي يا ابو الليل، ولك شو شوفي؟ الناس فاكه الصبح بكير بدها تشوف المقطع، تدخل تشوف شو عم بيصير، تشوف الحدث. انت قاعد عم تعمل لي بهذا المقطع نشوف الجلد والحدث وما اعرف شو. قولنا بلاش هذا المقطع حبايبنا الكرام، المش مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الجرس يا حلوين. مشاهدة ممتعة. هاي وانت كمان روح عمل لي كاس قهوة يوم. اوب يلا قوم عمل لي كاس قهوة. يلا 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 شوي شوي علينا يا زلمة، شبك خلاص امرك. يلا اي مين هات لهوي، هات هات ما بيجي منك غير وجع راس انت. هات يلا يلا حبايبنا ليتس جو، بدنا نبلش نحرق ابو الحدث الجديد على قولة هذا الدب اللي عم يبلش. اوكي بس قبل ما نبلش كل شيء يا الزلمه، شو بدنا نغطي القصه الغنيه يا الزلمه؟ وين؟ من هون من فوق. ايها ايها هيك بنقدر نحرق على رواب ونشرب قهوتنا. اسمعوا اسمعوا يا حلوين، هيك بدي اسمعكم غنيه مرتبه و مرتبة على الأخير، أوكي؟ تفضل. إيه ها؟ يعني عليكم، هيك بنقدر نبلش الفيديو. ليتس جو. يلا نبلش. أوكي حبايبي الكرام، مثل ما أنتم شايفين، هون عندنا هون الون شوت، الضربة الواحدة سهم واحد، بس رح أفرجيكم أنا ال ال رح تشوفوا. أوكي. يلا نبلش. نضرب 10 ضربات. ليتس جو شباب، نضرب 10 ضربات لعيونكم شباب، راح افرجيكم السهم ايش كيف يدور. دور يا معلم. ضرب اوبا. لك شو ها؟ ولك شو ها؟ ولك شو ها؟ ضربة 50% هيك اول ضربة يا شباب. ولك شو هالشمال؟ شمال؟ شمال شو يا زلمة؟ الجمال قصدي يقول. ابلع. 120. كفو 20. لا 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 هيك اخذنا، هي نقصت، هي نقصت، هي ناقص 50% شاب للضرب الجاي. يعني عليك دور دور دروب بالمية بدنا يا زلمه. شو حطينا 100 معلم؟ دخيل الله دخيل الله دخيل الله دخيل الله دخيل الله. شو بدي اعمل في هذول انا؟ شو بدي اعمل في هذول انا؟ شو بدي اعمل في هذول انا؟ انا بدي السكين. يلا نبلش. طبعا يا حبايبنا الضربه هاي موجوده وراي نص النص نص القيمه. اوكي يلا ابلع روح. ايوه لو اضرب بالسهم يا زلمه شبك، ولو اضرب بالوسط يا زلمه شبك. لا 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 هيك راح يزعجني، هيك راح يزعجني، هيك هيك راح يزعجني. اعطينا شي 200 100 يا زلمه. شو هي ولا اعطينا شي 100؟ ها 40. حلوه 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 حلوه. مكفو 500 معلم، اسطوره. كفو 160 يسعد دينك. اعطاني 20. بدي اقوم اكسر راسه هذا. يلا خلينا نعمل كونفيرم. اوكي شباب خلينا نعمل، نجي لهون اشوف كم بكلف السكين كامل. كلف 2800. اوكي حبايبي بينما التانيين بكلفوا يعني ثواني، يعني سكين كامل شباب لازمنا 2800. مطولين شباب مطولين نحن. يلا بلش. خلينا نعمل هاك. روح دور دور لقلك دور دور. 100 حلوة كفو. 20. لا 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 20 ما بدنا شباب، لا تخلونا نعصب من الصبح. الله يخليكم لا تخلونا نعصب من الصبح. ولك دروب، لك شو هذا عم لك دروب 100 200 شباب ولو عم ضربك دراري ناس الكل، علاش يعمل كده فينا؟
يا الزلمة يا الزلمة يا الزلمة، شو هيدا؟ لا 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 لا، هذا عم يستعمد، ولا ما بعرف دايما هالكلمة بتطلع معي. اوكي شو يلا بدنا هذاك، بدنا هذا يا معلم. ثواني 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 ثواني، ماني مرتاح. ثواني 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 ثواني، ماني مرتاح. بدنا نظبط النظارة هيك لورا. اوكي ونشيل هالنظارة، ماشي نحطها هون. اوكي خلينا نشوف منيح، لانه هذا حدث السهم حبايبي، فهمتوا علي كيف؟ يعني لازم نضرب السهم مظبوط. يلا روح ابلع 216، ليتس جو. روح، لا حول ولا قوة الا بالله. لك شو هذا؟ لك شو هذا معلم؟ 40. لا هذا حبايبنا الشيء ما بعرف اذا لاحظتوا هذا الشيء في يعني هوبا 160. كفو يسعد دينك، حلوه. طبعا حبايبي تحت اذا انتم ملاحظين في عنا ال نسبة 40% لمدة نص ساعة، لمدة نص ساعة، فهمتوا علي؟ يعني نسبة 40% لمدة نص ساعة. أفرجيكم. أوكي شايفين حبايبي؟ هون شوف، أفرجيكم هون، شايفين؟ طلعوا شوفونا هلا بالوسط. طبعا هاي شايفين هون تحت هون، بينما هاي أعتقد الثانية بس مرة واحدة، يعني فهمتوا علي؟ يلا نبلش نكمل. اوكي كم صار معنا هون؟ 1320. اوكي نبقى نخلي نصبر شوي. اذا ما هذا، اذا كيف بالكم نصبر شوي، ممكن يعني نصبر شوي كمان شوي، بدنا كمان شوي. يلا روح معلم روح. 20 يلا يا زلمة، هيا بدنا نعمل ليك تخطي وخلص. 40 20 كفو 42. يا وسخ. روح 40 20 20 كمان مرة، 20 كمان مرة، يخرب بيت سنتك. نعم شو هذا حبايبنا؟ ليش هيك الحظ بيض؟ 180 تاك. لا هذا حبايبنا، هذا يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم. اوكي شباب كم صار معنا هون؟ 1500 معنا شباب. طبعا السكين يعني اذا بناخذ نحسب السكين كامل شباب، 1500 يعني زائد 700 زائد 1020 زائد 560، يعني السكين قطعة بيجيب حبايبي. نرجع لا انتبهوا حبايبي، السكين يعني اذا بدكم تجيبوا السكين قطعة يعني شوفوا كل قطعة 140 زائد 700 زائد 1120. لا شباب اوعى تجيبوه قطعة حبايبي، تحذير، اوعى تجيبوه قطعة، فهمتوا علي؟ لانه شباب اذا قطعة تجيبوا شباب مبين شباب 2080 ل 2800 عفوا الحزمة الكاملة، بينما وحدة بيكلف اكثر، يعني مبين شباب 1540 و1000 يعني مبين 3000، يعني قطعة مبين 3000 مبين معلم. يلا روح. اوكي روح يا زلمه، روح. لا هاي السكيب هاي لازم نشيلها شباب، لازم نشيلها. تعرفوا ليش؟ لانه اذا بتحطوها ما بشو هلا يلا صار يروح على 40 هلا هيك. لا نرجع على 20. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ليش هيك فهمني؟ ليش ما بتروح على 200 و100 وهيك؟ يعني ليش عم ضربك؟ لك شو هذا العود الطاولة هذا؟ لو كنت انا كنت جبتها 200 يعني كنت العب بضرب هيك ثواني شوي. 20 لا ما زبطت، ثواني شوي واحدة ثانية. لا هذا لو كنت انا كنت لا 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 ما يمشي لا 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 هي يعني 20. لا حول ولا قوة الا بالله. طب هلا السؤال، يعني ليش ما عم بضرب؟ يعني ليش ما عم بجيبه بالوسط؟ يعني خلينا نجرب وحدة ضربة وحدة هات لنشوف. 20 زفت، نعمل هي هيك ضربة هيك. لا
20 حلوة. 20 20. لا انا شو انا حاسس، انا حاسس انه راح اجيبه، راح ابدله هيك يعني مباشرة، فهمتوا علي؟ خلينا نضرب واحدة هيك 100 100. بلاش صار يضرب 100 هلا 360. صار معنا 3000 حبايبي، صار معنا 3000 يا اساطير، صار معنا 3000 حبايبي. اوكي خلينا ندخل نجيب السكين كامل. حلو، لوز اللوز، نروح نشوف السكين بسرعة. ثواني، قولي قولي قولي، هات لنشوف. اوبا، هذا هو السكين يا حلوين. ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي، يعني عن جد سكين مرتب حلو الصراحة. السكين مرتب شباب، ان شاء الله المسويت على البث المباشر. راح نشكلز الوضع، بس حاسه شوي، حاسه انه ضخم ضخم، حاسس السكين انه ضخم حبايبي. اوكي يا اساطير، خلينا نرجع الحدث، هيك بكون حصلنا على هذا الجميل الجميل لوز اللوز. ثواني نرجع الحدث، لانه كان في شوية باكجات، ما شوية ما باكجات، وفهمتوا علي. نروح ندخل الحدث ناخذهم. اوكي ناخذ كم معنا، كم 120 يا زلمة، تندو واحدة بس، تنتين يا زلمة. اوكي تنتين بس، حلو يلا. اوكي ثواني، انا هون كتير باكجات شباب، راح نفتحهم ان شاء الله بفيديو لحاله حبايبنا. ماشي يا حلوين. اوكي حبايبي الكرام، هيك بكون انتهى مقطع اليوم يا احلى ناس، ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبي. بتمنى من كل شخص عم يتابعنا يحط لنا زر اللايك ويفعل زر الجرس حبايبي، ولا تنسوا تروحوا على الانستغرام شباب، تعملوا تاجات الله يخليكم للمطورين بشركه جارينا بدر واخونا وكل باقي مطورين. المايك راح يتكسر. اوكي ان شاء الله استفدتوا معنا حبايبنا، وانتبهوا كثير، لا تاخذوا يعني السكين قطع قطع، اصبروا راح يكلفكم اقل، تجيبوه كامل تمام. وبشوفكم على خير حبايبي، ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم. سلامات.